او حبيبتك في عيد الحب؟ والله اي حاجه على فكره. دلوقتي هي عارفه ان هي مفيش، يعني البلد زي ما انت حضرتك شايف مفيش خالص، كل حاجه غاليه وكل حاجه مولعه. والله لو ورده هي بترضى بيها، لان هي عارفه ظروفي اكتر من نفسي كمان. أكيد يعني طبعا أنا... حتى لو هتكون حاجه رمزيه بس هتفرحها. تمام، همسك ايديها وهجيب لها يعني سلسله برضه فضه. يعني بس المساله مش مساله اسعار، يعني ممكن تكون لو في اقل حاجه ممكن تجيبها، ممكن تكون احسن من اي حاجه تانية. لو حاجه رمزيه لو هي بتحبك بجد مش هتفرق معاها حاجه زي دي. والله انا كنت بفكر اجيب، بس هحاول يعني اجيب حاجه بسيطه. لا والله في ظل غلاء الاسعار دوت مش هقدر اشتري، لان الاسعار غاليه جدا وهطنش انا عيد الحب ده يعني.